شبه جزيرة سيناء، وتمثل 6% من مساحة مصر الإجمالية. تنقسم إلى محافظتي الشمال والجنوب، وفيها 3 مناطق، هي مركز العريش في الشمال، وبلاد التيه في الوسط، ومركز الطور في الجنوب، حيث الجبال العالية وأهمها جبل موسى وجبل القديسة كاترينا أعلى جبال مصر. وبتلك الجبال يقع الدير سانت كاترين، وفيه الكنيسة الأثرية الغنية بالمخطوطات والتي بناها الملك جوستينيان عام 527 ميلادي. ولسيناء تاريخ موغل في القدم، ففي العصر الفرعوني تبع الملك أحمس الأول فلول الهكسوس المنهزمة عبر سيناء، وفي عهد رمسيس الثاني أرسلت الحملات العسكرية عبر طريق شمال سيناء لإخضاع مملكة الحيثيين في بلاد الشام. في العصر المسيحي عبر سيناء السيد المسيح عليه السلام وأمه مريم في رحلة الهروب إلى مصر، فأقيمت الأديرة والكنائس فيها. في العصر الإسلامي عبرتها القوات الإسلامية لفتح مصر. استمرت سيناء كطريق عبور خلال العصر الأموي والعباسي، وفي عهد الملك صلاح الدين الأيوبي بني فيها مركز متقدم لرصد تحركات الصليبيين، وعبرتها قواته لتحرير الساحل الشامي منهم، كما عبرتها قوات المماليك بقيادة الظاهر بيبرس للتصدي للمغول في معركة عين جالوت. خضعت سيناء بعدها للعثمانيين، ثم قام نابليون بونابرت بحملته على مصر، عبر سيناء وحاصر قلعة العريش فيها، وسار بجيشه لإعادة احتلال الساحل الشامي، لكن حملته باءت بالفشل. خضع سيناء بعد ذلك للوالي محمد علي باشا، وأرسل قواته عبر سيناء إلى الشام، فهدد وجود الدولة العثمانية. شهدت سيناء خلال حكم الخديوي محمد سعيد والخديوي إسماعيل حفر قناة السويس، وأصبحت تتمتع بأهمية استراتيجية إضافية. بعدها احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، ثم حدثت حرب تشرين سنة 1973 ميلادي، وعلى أثرها تمكنت مصر من استعادة سيناء ورفع العلم المصري عام 1982.